مرحبا أصدقائي، اليوم سوف أقدم لكم بحثي حول ساحة جمع فناء. ساحة جمع فناء فضاء شعبي للفرجة والترفيه في مدينة مراكش الحمراء، التي كانت وما زالت تجذب الزوار من كل أنحاء العالم. وأصل اسم جمع فناء يرجع إلى أن كان مسجدا في الساحة وانهار. كما نرى هنا مراود أفاعي، وبجانبه القرد الذي يقوم بحركة بهلوانية، وهنا الحكاوتي الذي يحكي قصصا ممتعة وأحيانا أمثالا شعبية، وهنا لدينا فرقة الفولكلور الذي تعزف موسيقى شعبية وترقص عليها الراقصة، وهنا وبجانبها تتواجد النقاشة التي تنقش الحناء، ولدينا هنا الجراب الذي يتواجد بكل مكان، ولا ننسى الزوار. وبالجانب الآخر لدينا الطعام، بائع الببوش، بائع الحريرة، بائع الطاجين والطاجية، وبائع الشاي. وهنا لدينا الكوتشي الذي يطوف في كل أنحاء المدينة. وأمام جامع فناء نرى معلمة التاريخ الصومعة الكتبية الشامخة والشاي الشاهدة على هضبة مغاربة لمؤسسها يوسف بن تاشفين. شكرا على مشاهدتكم.